الاقتصادية أعلنت طيران الخليج عن نتائج استطلاعها الفصلي الثالث لرضا العملاء للربع الثالث من العام الجاري للفترة بين شهري يوليو وسبتمبر من العام الجاري، وأظهرت النتائج زيادة بنسبة 31% في الثناء وانخفاضا بنسبة 6% في الشكاوى وزيادة بنسبة 26% في معدل استلام قسائم تقدير المسافرين للموظفين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت النتائج تأثيرا إيجابيا لأداء أفراد طاقم الضيافة، محققة بذلك أعلى النتائج في جميع تلك الفئات للربع الثالث من العام. وبالتوازي مع ذلك، شهدت طيران الخليج زيادة في عدد رحلاتها في هذا العام بحوالي 1000 رحلة، مع زيادة في تكرار الرحلات لضمان المرونة وسهولة التنقل.